معارض المجموعة الاقتصادية لتجهيز العروسين، الهرم 277 شارع الهرم بجوار كايرو مول، حلوان 29 شارع عبد الرحمن تقاطع شارع حيدر، والآن معرض دار السلام 72 شارع الفيوم أمام مجمع المدارس 4 دقايق من مترو دار السلام. عروض خاصة بمناسبة الافتتاح دلوقتي ولمدة شهر، وفري أكتر مع عروض التوفير من المجموعة الاقتصادية. اشتري أي طقم صيني وخدي معاه طقم ألمونيوم 16 قطعة هدية فورية. اشتري لحاف لامور وخدي عليه بطانية هدية فورية ب 275 جنيه. اشتري مفرش سوري وخدي معاه لحاف ستان بوجهين 3 قطع هدية ب 350 جنيه. اشتري مرتبة سوست بضمان 12 سنة مقاس متر ب 470 جنيه ومقاس 120 ب 570 جنيه ومقاس 150 ب 690 جنيه. عروض التوفير متوفرة بجميع معارض المجموعة الاقتصادية. ودلوقتي والفترة محدودة، اللي هيشتري لحافين هياخد اللحاف التالت هدية فورية، 3 لحاف ب 175 جنيه، يعني اللحاف الواحد داخل العرض ب 58 جنيه. أكبر مهرجان للخصومات والتخفيضات، والكمية محدودة والعرض ساري حتى نفاذ الكمية. اللحاف جولد، اللحاف الفايبر رقم 1 في مصر، بألوان ورسومات غاية في الجمال والأناقة، وبأشكال وموديلات تخطف العين، مقاسه كبير يكفي لتغطية أكتر من 3 أفراد. 3 لحاف ب 175 جنيه. اللحاف جولد لا يباع إلا من خلال أرقام المجموعة الاقتصادية 35-86-35-35، أو من خلال معارض المجموعة الاقتصادية بالهرم 277 شارع الهرم بجوار كايرو مول، حلوان 29 شارع عبد الرحمن تقاطع شارع حيدر 5 دقايق من مترو حلوان. والآن معرض جديد بدار السلام 72 شارع الفيوم بدار السلام أمام مجمع المدارس 4 دقايق من مترو دار السلام.